لم تغير المؤسسة المارونية للانتشار عادتها هذه السنة، فهي أصرت رغم الأوضاع غير المستقرة على استضافة 60 شاباً وصبية من أبناء المغتربين لتعريفهم على لبنان وتراثه. وهل أفضل من هذه التلة المشرفة على وادي قنوبين ليطل عبرها الطلاب إلى ماضيهم ويتطلعوا إلى دورهم كلبنانيين منتشرين في العالم؟ حبيت أجي أتعرف مثل ما لازم على لبنان، على المطارح التوريستيك، إسبيريتشال كمان، ونرجع على الأساس. Why we are really happy to be here with the Maronite Foundation that gave us the possibility to come to Lebanon. This is my first time here and I'm really glad and really amazed. حبيت اجي على لبنان هالمره تتعلم عن ديانتي اكثر وتشوف لبنان بغير طريقه. It's an awesome experience. I connecting with who I am, part of who I am, discovering part of me, and every time I get surprised by the beauty of the country, the richness of the people. الطلاب الستون قدموا من 20 بلدا في العالم بعد أن خضعوا لدورات مكثفة عبر الإنترنت، وفي لبنان تابعوا سلسلة ندوات في جامعة الكاسليك حول نشأة لبنان ودور الموارنة فيه وربط الانتشار بالوطن الأم. عم نجرب نجيبهم على جزورهم، نفرجيهم تاريخهم، نفرجيهم غنى هالحضارة. ولأن جبران خليل جبران كان أفضل من جسد الاغتراب اللبناني بنجاحاته وأدبه الذي شغل العالم، هم يجولون في أرجاء متحفه في بشري. دورة اسمها دورة أنطوان شويري، هدف الأساسي نربطهم بلبنان، خليهم يتعلقوا فيه، نربطهم بكنيستهم، نحضر ممثلين للمؤسسة في دول الانتشار. يعني الهدف منا خلق نواة للعمل مع المؤسسة. إذا كان اللبنانيون يشكلون جذور الأرز فالمنتشرون منهم هم الفروع، تشبيه للبطريرك الراعي أمام الشبان الذين دعاهم إلى التمسك بجنسيتهم واستعادتها بالنسبة لمن لا يمتلكها.